بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. لا شيء يسقط بالتقادم او التجاهل، التاريخ لا يرحم. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه، الحلقه التي تحمل الرقم 716. يحذر فيها المهندس عدلي من التاريخ وعدم رحمته بالمتجاوزين. مش متجاوزين، عدم. ربما انت احيانا تعمل غلطه وتتصور انك ترتكب الصواب. بمعنى ايه؟ ابنك، حد يهمك غلط غلطه، فانت ايه تقوم تقول ايه انا اكلمه بيني وبينه، بس ايه لازم اخرجه من الموقف ده، فتبتدي تخلق له المبررات او تضعه في ظروف غير حقيقيه، فتكتشف ان التمادي في هذا الامر قد أورطه في كثير من المشاكل التي لا حل لها. هنشوف إيه هي المشاكل وإيه هو الحل المحتمل ليها.